شوف كوعي هذا ممكن يكسر الضلع عنده صدر. واحد رميت فوق. الكوع ممكن يخلصك من كثير مواقف في قتال الشوارع. تعلم معنا وتابع معنا بهذا الفيديو كيف ممكن نستخدمها. ما يخلص رفقنا، يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للكوع، طبعا الكوع سلاح قوي جدا جدا جدا، بس كيف بدك تستخدمه؟ هون هي الفكرة على أساس تقدر تستخدمه. طبعا قبل ما ندخل بالموضوع لازم كوعك يكون قوي والساعد عندك قوي والعضلات تكون قوية، لأنه مثلا كابتن شد هيك إيدك، شد إيدك مثلا، لو إرخي مثلا، لو ضربته بأي ضربة شوف حيرتد على وجهه. إذا إذا أيوة إيده ضعيفة هيك تمام. لو مثلا شد 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 شوف الارتداد يكون ارتداده يعني نحكي ثابت، ما في عنده ارتداد. فهاي القوة. فالقوة الكوع كله شامل، الذراع كامل تمام، مش الكوع لحاله المقصود. طبعا ثاني شغله انها قوه العظمه نفسها، قوه العظمه اللي هي في التمارين احنا كثير بنلعبها، ومن هون من هون من هون نفس الشيء، مثلا من هون من هون من هون. فالعظمه بدها تكون قويه. في كثير لها تمارين، راح ننزل لكم تمارين ثانيه للتقويه للعظم نفسه تمام. اتفقنا؟ حلو. اذا الضربات حنستخدمها احنا من هون. اول حركه، لو انا مثلا اجاني مثلا خلقني من الخلف، او مثلا مسكني من كتفي، ابدا من الكتف مثلا، مسكني من الكتف. شوف انا لو بخطوه واحده، خلينا كابتن هيك على اساس يبين. شوف خطوة واحدة، أنا حكيت له يلبس بسواقي. شوف انسحاب خلف، واحد فول. سوري شوي كمل مش مشكلة ما في مشكلة. واحد هون ضربت هوب، اثنين واحد ممكن أكمل عليه، اثنين وضربت واحد هوب ممكن أرميه. فأول موقف هون ممكن يعني ينقذني بأول ضربة وأكمل عليه أي حركة ثانية تمام. هاي أول حركة. ثاني حركة ممكن يمسكني مثلا من الرقبة بهذا الشكل، قاعد أخلق فيه، شوف بخلق بس خطوة للخلف نفس الشيء، واحد دخول هون، واحد هوب دخول، سحبت خلف هوب رميته، ضربت هون أو نزلت عليه بهذا الشكل تمام. لو حتى مسكني مثلا من الوسط، مسكني من الوسط، شوف راسه قريب هون. لو أنا بدي أسوي من هون بكوعي وضربت، شوف الضربة حتكون مؤذية جدا. ضربت واحد مسكت نزلته هوب هون بهذا الشكل. طيب كابتن فوق ممكن حتى امسك، شوف مثلا لو كان وجهه بعيد للخلف مثلا بهذا الشكل وقاعد بشد عليه مثلا ورا ظهري، شوف واحد دوران، اثنين ضربت مسكت هون، شوف خنقته. اوكي اساسا بعد خبطتين الكوع يمين وشمال مش فيه ضربه واحده حتخليه يشعر بدوخه، الدوخه هاي حيفلت المسكه على طول، فبصير دورانك بصير كثير سهل في المسك والخنق وغيره. طيب لو مسكني مثلا من هون بهذا الشكل، واحد شوف نقلت انا هون جسمي ورا، واحد بكوعي دقيقة كابتن هيك بس عشان تبين من هون بس. شوف نقلت واحد، شوف كوعي هذا ممكن يكسر الضلع عنده صدر. واحد رميت فوق. خذ نفس ارخي نفس ها كتمت الصدر شوي. ها كمل قلت بسيطة أنا اللي سويته بس عشان حسويها بدونه. عادي نقلت هون بس، واحد اثنين سقوط فوقه بس في الكوع عليه تمام. كوعي انغرز في صدره، طبعا هو حاط واقي وأنا خففت الضربة، أنا حاولت إنه ما تيجي الكوع، حاولت تيجي المنطقة هاي. لو ضربت الكوع ممكن تكسر ضلع، بس لو مسكني من الجنب شوف كوعي واحد هون، الضربة هاي فلت كابتن شوي، شوف هون كيف لو لما أشد، فأمسك شوف ضرب واحد بقوة، واحد اثنين هوب رميت وكملت عليه، شوف بكوعي هون بثبت هون تمام، من هون ثبتها ضغطت هون إلى آخره. أوكي طيب سوري اليوم تبهدلت بهضم الله يعين. طيب المسكة الأخيرة، لو مسك مثلا ركبتي قرب عليه بيمسك، شوف من هون وقف ما فيش. طيب امسك واحد ضرب، ضربته لتحت، شوف لو بدي اسحب واحد هوب اثنين نزلته هون. اوكي فكلها سري كلها كانت بس انطلاقا من حركة ضربة الكوع وضغطها عالي جدا ومؤلمة جدا الحركة. طبعا اشكركم على المتابعة، واي شيء بدكم اياه احنا جاهزين، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، واي شيء بدكم لايك الاشتراك في القناة. صلى على الحبيب. اي واحد عنده استفسار، اي حركه، اي حاجه عايز يستفسر عنها يكتب تحت في الكومنتات. السلام عليكم. السلام عليكم.